تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك اتفق مع كارترون على فسخ التعاقد معه في حالة عدم الحصول على الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجاء قبل بدء الفيديو تفعيل الجرس والاشتراك في القناة كي يوصلك كل ما هو جديد. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الوصول للاتفاق مع الفرنسي كارترون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على فسخ التعاقد بينهم في حالة عدم الحصول الزمالك على بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري أبطال أفريقيا أو أحدهم على الأقل تقدير دون دفع الزمالك لأي شروط جزائية، وذلك وفقا للبنود العقد التي بين الزمالك وكارترون واللي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة بعدما نجح الثنائي أحمد مرتضى منصور وعضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى المشرف على الكرة في الوصول للاتفاق مع كارترون على تجديد العقد لمدة موسم عقب نهائي عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. ومن جانب أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أحمد مرتضى وأمير مرتضى عقدوا جلسة مع كارترون المدير الفني، وأضاف خلال تصريحاته البرنامج الزملكاوي الذي قدمه طارق يحيى على شاشة الزمالك أن تم اتفاق مع كارترون على تجديد عقده مع الزمالك خلال الأسبوع، وسيتم الانتهاء بشكل رسمي من هذا الملف. وكانت مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضعت عدد من اللافتات الكبيرة على صور النادي تحمل جملة نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.